بديت صيد لسنة 2017، اليوم 17 سبتمبر الموافق لسبعة محرم 1440. هذه بداية صيد يا شيخ اسماعيل، يا شيخ اسماعيل ايه ما خليناش فيها الطاروس. لا لا نهر التوزة الطاروس. اش كيفاه؟ هذه البداية ان شاء الله، هذه البداية. بداية سنة 2018. عربت كذا بالصيد. كذا بالصيد يا. سنة 2018. إن شاء الله يكون فيها خير، خير كبير إن شاء الله السنة. لأن هذا. هكذا يا شيخ اسماعيل. أيوة بالبركة إن شاء الله. وربي يوفقنا. هذه عشوة من العشوات درنا فيها، بدي يتحمم كسلنا وإن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله.